بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم، وخلوني أرحب بضيفي في صالة التحرير دكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة الأحداث تصاعدت بشكل كبير، أوضاع كتيرة يعني موجودة حاليا، خاصة بعد الضربة التي تم توجيهها بالأمس لحزب الله، ضربة جديدة نجح خلالها أو نجح الاحتلال في تنفيذها، ونتج عنها اغتيال حسن نصر الله وبعض القادة من حزب الله. شايف المشهد إزاي؟ هل يعني خلينا نبدأ الأول، هل بقى في معلومات دلوقتي عن فكرة كيفية الوصول لمكان حسن نصر الله وتحديد هذا المكان وضربه بهذا الشكل؟ يعني بداية تحية لك والمشاهدين ولقناتكم على هذا الاستضافة. الحقيقة أنه المشهد الآن سوداوي أكثر من مما سبق. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بشكل مستمر على لبنان وعلى غزة بالمقابل. الخطة التي يعني وضعها نتنياهو حكومة الاحتلال هي فكرة الأرض المحروقة. أنا صحيح. كنت مسبقا قبل ذلك في أكثر من مناسبة قلت أنه لن يدخل بريا، ولكنه سيجتاح. قبل أن يدخل بريا سيقوم بحرب، ما يسمى بالحرب الخاطفة الاستباقية، ضربة جوية مرة واثنين وثلاثة، حتى يستطيع أن ينهك قوة الـ يعني المقاومة، أو ما يسمى بقوات حزب الله أو لبنان المتواجدة في منطقة الضاحية، وصولا إلى نهر الليطاني الموجود في لبنان على عمق نحو 35 إلى 40 كيلو. هذه المنطقة الأكثر تواجدا لقوات حزب الله وقوات الرضوان ومجموعاتهم القتالية هناك. وبالتالي إذا نجح نتنياهو في ضرب مفاصل هذه المؤسسات أو القوات، سواء منصات إطلاق الصواريخ والقيادة العسكرية لحزب الله، أنا أعتقد أنه بعد ذلك ستصبح الأرض أشبه بالأرض المحروقة كما جرى في غزة. يعني ضرب كثيرا واستهدف بالطائرات، ثم يقوم بالاجتياح، يضرب ويستهدف بالطائرات. المشكلة التي تواجه حزب الله هي أنه لا يمتلك مضاد طيران حقيقي، هو يمتلك يعني ما يسمى بقاذفات صواريخ، و يعني يستطيع ان يطلق كميات ورشقات صاروخيه كبيره جدا، لكنه لا يمتلك دفاع جوي حقيقي. لا يوجد لديه دفاع جوي، ولا يوجد له ايضا سلاح جو يعني رادع، وانما فقط اطلاق الصواريخ، وهذه لا تكفي في الحروب بشكل عام. لكن الرهان في هذه العمليه، اذا ما قرر الاحتلال الاجتياح لجنوب لبنان، الرهان هو فقط على التضاريس والجغرافيا في لبنان باعتبارها منطقة جبلية. وقبل ذلك هذه المنطقة تحديدا جنوب لبنان تكبدت كثيرا من يعني كبد الاحتلال. بس هي مش جديدة على إسرائيل، لأنها خاضت حرب قبل كده في 2006. نعم في 2006 خاضت حرب، وهناك خسائر لدى الطرفين بالمناسبة. صحيح. أضف إلى ذلك في عام 1982 كان هناك أيضا اجتياح للبنان استمر 3 شهور، تكبدت فيه خسائر كبيرة أيضا المقاومة والفصائل الفلسطينية في ذلك الوقت في عهد ياسر عرفات منظمة التحرير، تكبدت خسائر في على جميع الأحوال. لكن الشكل العام للصراع هذه المرة يختلف كثيرا، لأنه هنا دخل عنصر جديد في المعركة وهو عنصر التكنولوجيا. صحيح. تفجير المحمول أو البيجر، الأدوات الاتصال بين القوات حسن نصر الله، شكلت ضربة موجعة قبل بداية الحرب.